طيب معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ هاني زهران محامي رمضان صبحي. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا كابتن كريم، ازي حضرتك وازي مستمعينا الكرام. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك. احكي لنا الوضع إيه بالنسبة لرمضان صبحي الآن، وكيف تم تبرئة رمضان صبحي من تهمة المنشطات أو مخالفة المنشطات؟ إيه اللي حصل في كواليس هذا الأمر يا فندم لو تسمح تشرح لنا؟ والله الوضع الآن الحمد لله احنا خلاص يعني تم يعني صدور قرار برفع الإيقاف عن رمضان وحقيقته في المشاركة في التدريبات وفي المباريات إن شاء الله القادمة مع فريقه. الإجراءات تمت إزاي؟ زي ما حضرتك عارف، زي ما كل يعني الناس كانت متابعة، احنا في شهر مارس جالنا اختار من النادو المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات بأن في عينة وجدت لرمضان انها typical finding، عينة غير نمطية، ومطلوب منه تفسير على العينة دي. رحنا حضرنا جلسة مع النادو، تناقشنا في الموضوع ويعني بينا وجهة نظرنا فيما يتعلق بعدم يعني تدخلنا خالص في اي حاجه تتعلق بالعينه او حتى وجود اجابه عندنا طبيه هي ليه طلع اتيبيكال فايندنج. ان احنا مش اطباء او اللعيب بيطلب منه عينه بيديها للدي سي او او لضابط المنشطات وبتتقفل وخلاص بيمشي، هو ملوش دعوه بقى العينه حصل فيها ايه بعد كده، فسدت ليه، اتخزنت غلط، الشين اوف كاستدي بتاعتها ما كانش مظبوط، ملوش دخل اللعيب غير ان هو بيدي عينه فقط. فلما طلبوا مننا تفسير طبعا ما كانش عندنا تفسير طبي، بعد كده هم لقينا فوجئنا بجواب تاني في شهر 5 قبل معسكر المنتخب بثلاث ايام بايقاف رمضان 4 سنوات وان هو ليه حق ان هو يلجا يقطع على القرار ده امام يطلب يعني لجنه استماع طارئه او طبعا كان ممكن ان احنا كمان لينا طريق تاني ان احنا نطلب يعني رفع الايقاف اختياري الاول، لجنه عشان ترفع تنظر في رفع الايقاف فقط دون النظر في الموضوع وبعد كده تنظر في الموضوع، بس ده طبعا كان هيطول وقت واحنا كان عندنا امل في الوقت ده ان هو يرجع ان شاء الله سريعا ويلحق حتى معسكر المنتخب، ولكن للاسف الموضوع طول. عسى اتقوا ان شاء الله خيرا لكم. وبعدين طلبنا لجنه استماع عاجله، يعني عقدت اول لجنه يوم 9/6 قعدت 11 ساعة وتاني لجنة انعقدت تاني جلسة 29/6 وقعدت 8 ساعات تانية وبعديها الحمد لله امبارح صدر قرار برفع الإيقاف ورفع الظلم تماما عن رمضان وحقيقة في العرض. قرأت النهاردة تصريحات انه حضرتك هتصعد الموضوع قضائيا وبطلب تعويض في الأضرار اللي تعرض ليها رمضان صبحي، ممكن أفهم هذا الوضع أيضا؟ والله هو يعني طبعا هو في اضرار يعني ماديه وادبيه وقعت على رمضان بسبب التوقيت نفسه، يعني كان في علامه استفهام كمان قوي على التوقيت بتاع قبل المعسكر المنتخب بتاع ايام ان هو يتوقف، وفي فتره برضه رمضان عقده المفروض كان بيخلص شهر 6 فدي فتره تجديد وفتره ممكن يكون مفاوضات مع انديه خارجيه وداخليه. طبعا كل الناس بعد كل الاطراف دي اول ما الجوابات اتبعتت بتاعه المنظمه الوطنيه لمكافحه المنشطات طبعا كلهم احجموا عن المضي قدما يعني في التفاوض يعني. فده طبعا كان ضرر، وكان في بعض التشهير اللي حصل من بعض المسؤولين وبعض الاعلاميين الكبار برضو افترضوا يعني ان هو ايجابي منشطات، وافترضوا ان هو موقف صعب، وافترضوا ان هو محتاج يخرج من ازمه كانه متهم. ولكن الحمد لله ربنا وفقنا واكرمنا ونصرنا بان احنا نقدر نثبت براءته تماما من تهمه التلاعب ومن تهمه استخدام وسيله محظوره. طيب هل حضرتك هتتوجه بهذه القضيه ضد منظمه مكافحه المنشطات فقط ولا مسؤولين واعلاميين زي ما حضرتك قلت؟ وهل احنا لسه ما قررناش احنا هنرفع قضيه ولا لا، احنا لسه بنبحث الموضوع بتاع. اولا طبعا احنا كنا متفرغين الفتره اللي فاتت، فاهم حاجه عندنا ان نرفع الايقاف وان اللاعب ان شاء الله ربنا ينصره ويرجع الملعب. الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هنبتدي ندرس كل اللي تم من الفتره اللي فاتت من احاديث ومن برامج ومن مداخلات كانت بتتكلم على الموضوع ده وكل ما نضر من رمضان او شهر بيه هنبحث بقى مدى قانونيه ان احنا يعني نطالبه باي اضرار، يعني اي تعويض عن اضرار لاحقه برمضان نتيجه للسلوك اللي صدر منه.
والله يا استاذ هاني وانت بتتكلم كده وحضرتك بتتكلم يعني عمال افكر انا كنت قلت ايه في الحكايه بتاعت رمضان صبحي ديت، لا اسمي يتحط في القضيه ديت بفكر، بس الحمد لله كنت بدافع عن رمضان يعني، كنت بتمنى ان هو رمضان ان شاء الله يتم تبرئته في هذا الامر، فجت سليمه الحمد يعني لله. الحمد لله جت سليمه بالنسبه لي. طيب بالنسبه لعبد الله السعيد، قريت برضو ان حضرتك طالب تعويض من النادي الاهلي فيما يخص عبد الله السعيد، ممكن افهم هذا الامر ايضا؟ والله انا مش طالب تعويض، واحنا معانا احكام صادره نهائيه من محاكم اجنبيه بتعويض اللاعب ب 19500 فرنك سويسري. معلش يا فندم لو تسمح تعيد الجزئيه دي مره اخرى، انا اسف عشان الصوت كان راح، بس عشان يبقى الطبيعي. احنا معانا احكام، عده احكام الحمد لله لصالح اللاعب في الدعاوى اللي اترفعت منه او ضده مع النادي الاهلي. معانا حكم من المحكمة السويسرية الفدرالية صادر في يناير 2023 برفض الاستئناف بتاع النادي الأهلي واختصاص الكاس وإلزام النادي الأهلي بتعويض اللاعب 19500 فرنك، ده أول تعويض، ده أول رقم 19500 فرنك. معانا حكم تاني من محكمة التحكيم الرياضي الكاس في نوفمبر 23 بتعويض اللاعب 10000 فرنك وتحمل النادي 70% من قيمة مصاريف التحكيم. التوتال بتاع الارقام دي كلها يعمل تقريبا حوالي 63000 فرنك سويسري، حصه الاهلي فيهم، حصه النادي فيهم تقريبا 54000 فرنك سويسري. اللي هو المفروض يسددهم خلال 30 يوم. معلش انا اسف بس عشان ما اعرفش يعني هو بكام كده بالمصري المفروض؟ 54 ما اعرفش هو بكام النهارده بقى. ماشي يعني انا فرانك جديد هو حوالي 3 مليون، ممكن 3 مليون وحاجه يعني 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه تمام. استاذ هاني زهران محامي رمضان صبحي وايضا عبد الله سعيد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه.